بقرة الهولشتاين الألمانية والمنحدرة من مدينة بن سليمان استطاعت بفحولتها أن تسرق الأضواء خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكنس بتتويجها بلقب أجمل بقرة لهذا الموسم. اسمها الهولشتاين من سيدي سليمان الغرب شرار دابني حسن، وكتحلب تقريبا 8616 في العام، يعني ما بين 30-32 في اليوم، وبقرة تقريبا عادية فحال البقر العادي. إيوا مرة كتشارك في هذا المعرض وأول ولادة عندها، يلا غدا تولد دابا. وكما جرت العادة يشهد المعرض كل سنة مسابقة لاختيار أجمل الحيوانات وأكثرها صحة وعطاء.